يمكن النقاط اللي هعلق عليها النهارده والملاحظ اللي انا هقولها لحضراتكم النهارده لم يتم تناولها. انا دلوقتي بكلم حضراتكم في الماده الفيلميه المعروضه واللي تم تداولها على اليوتيوب. انا لن اعلق اطلاقا. ايه هي اول ملحوظه بقى اقول لكم؟ والله الواحد يبكي. سؤال مباشر. أنا بقولش رأي، عندي حضراتكم دليل. كانت فضيحة وكانت خناقة وكان صويت وكانت بهدلة. هنا بقى الكلام. أنا ما سرقتش حد، حط خط أحمر بقى. الكلام ده في أوراق رسمية في محضر شرطة. نركز. بعد إذن حضراتكم. مش عايزين النغمة دي كتير، خلينا نتكلم في صلب الموضوع. فكر يا تغريد شارع الشعراوي. اللي تحتيه محل العطارة السوري يا تغريد. الشقة يا تغريد اللي كان عبد المنعم واخدها لك في العقار ده. الموضوع ده حصل معايا أنا بقى. أنا متحيز لحق ربنا. ده جيت معايا أهلا بيك، أنت منورني، أنا بعشق هذه المبارزة. أشكر جدا جدا كل اليوتيوبر، كل القنوات اللي عالجت الموضوع ده بصراحة 10 على 10 على 10. أنت يا تغريد ليكي عندي النهاردة إن شاء الله شوية مفاجآت، يا سلام هتنبسطي جدا 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 منهم.